أرى رجل عزيزي برج الأسد أو شخص، إما رجل أو امرأة، يعني أرى شخص يفكر فيك كثيرا وهو متأكد أنك المرأة التي كان ينتظرها طوال حياته، أو أنك الرجل يعني الذي كانت تنتظره طوال حياتها. أنا أتكلم عن الرجال والنساء لذلك، لكن أنا دائما أتكلم مع النساء، لكن تعلمون أني أتكلم عن برج الأسد. نعم أخا، إذا قلنا بأن هناك شخص يفكر فيك كثيرا، يحلم بك، وهذا الرجل متأكد وعلى يقين أنك المرأة التي كان ينتظرها طوال حياته عفوا، يحلم بك ليل نهار، يتمناك، أمنيته هو أن تكوني معه، نعم، وأن يعيش حياته معك. أرى هنا طاقتين، طاقة نارية، نعم، قد هذا الشخص يعني ناري، يعني برج النار، إما الأسد أو الحمل أو القوس عفوا، نعم، أرى طاقة نارية وأرى يعني بعيدا عن الأبراج، أرى طاقتين، يعني أنت وهو، أنتما طاقتين ناريتين قويتين. هذه القراءة يعني غريبة نوعا ما. أنا أسأل، يعني إيمان تسألكم، هل يعني أنا أسأل ليس الطاروت، هل أحيانا تحسين أو تحس وبدون سبب أن قلبك ينبض مرة واحدة، لكن بطريقة قوية وعنيفة جدا تجعلك تفكر مباشرة في هذا الشخص، وينتابك شعور غريب وأنت متأكد أنه هو سبب هذه الدقات؟ نعم، يعني تشعر بأن قلبك كما لو أنه سيخرج من القفص الصدري، يعني شعور غريب جدا، قراءة غريبة، هي أصلا قراءة غريبة جدا، لكن دابا نكمل القراءة وسنرى. إذا كان جوابك أو جوابك نعم، فهناك تخاطر بينكما، يعني تواصل عقلي بينكما، هو يرسل أو هي ترسل رسائل عاطفية عقليا وروحيا، لكن أنا أرى أنكما الاثنين تفعلان هذه الأشياء. نعم، لماذا تفعلان هذه الأشياء؟ لنواصل لا، بالتي سأشرح أولا هذا الكارت ماذا يعني. هذا يعني لويد باتون، يعني يريد أن يقترب منك، يريد وهذه تعني هذه الحزن، لا تنكمل، هذا يريد أن يقترب منك وأن يأخذك بقوة، يأخذ يدك بقوة، يعني هناك جاذبية قوية جدا جدا، لكن نعم أرى اختلافات بينكما، ربما قد تكون ثقافية دينية عرقية أو شيء من هذا القبيل، لكن هناك اختلافات، وأرى جاذبية قوية جدا، نعم، وهناك حزن، هذا الإنسان حزين وأنت أيضا حزن كبير، لأنه لا يمكنه التعبير عن المشاعر، لا يمكنه التعبير عن هذا الحب الكبير الذي يحس به. ومن جديد أرى طاقة نارية وكذلك هوائية، نعم، وكذلك هوائية، يعني أسد حمل وقوس، والهوائية جوزاء دلو أو ميزان، نعم. لنكمل، هذا هو يعني في حزنه ووحدته، لكنه يريد أن يكون معك، هو بعيد عنك، هذا ما تعني هذا الكرت. كرت الشيطان تعني ليست سلبية، بالعكس، هناك حب وهناك باسيون، هناك شغف، يعني حب وعشق، ويعني قوية، نعم قوي. عندما أتكلم عن الشغف، عندما أقول حب وشغف، الشغف نعم هو من ناحية معناه العاطفة القوية، نعم، لكن لديه معنى آخر، الشغف هو لا باسيون، يعني الرغبة الشديدة، الإعجاب القوي بالمظهر الخارجي القوي والكبير، ويعني الرغبة الشديدة في أن يكون معك، يعني واضح، يعني جسديا. الشغف والحب ليس شيء، الشغف ليس سلبي، الشغف سلبي عندما يكون لوحده، هذا النوع من الشغف، يعني لا باسيون،
نعم، عندما نتكلم فقط عن الشغف هذا سلبي، يعني لا يحبك، يحب المظهر فقط. نعم، لكن عندما يكون مرافقا بالحب فهذا يعني الكمال والتمام والحب المثالي، الحب في كل معنى الكلمة. نعم، وهذا هذا الإنسان توأم الروح أو أكثر من توأم الروح. أنا أرى هناك يعني الطاقة قوية جدا في المشاعر، وفي مشاعر قوية جدا لكنها مكتومة، يعني لا يبوح بحبه، لا هو ولا أنت. نعم، إذن الشيطان هو كل ما يشعر به هذا الرجل، لكن بأقوى وبأعلى درجات. نعم، هذا يعني لديه حب كبير لا يمكنه إعطاؤك إياه، لكن هناك أسباب، لا أدري ما هي الأسباب. أنا فقط أرى جاذبية قوية، حب كبير وحزن كبير، لكن هو ما يريده حقا هو إعطاؤك هذا الحب. نعم، نعم، هو يحب فيك البراءة، هذا المجنون، المجنون هو أنت، طاقتك، يحب فيك البراءة، يحب فيك عطفك. أنا أرى أنك تقبلين وتحضنين أطفال، لا أدري لمن هاد الدراري، لا أدري لمن هم يعني هاد الأطفال، لا أدري، لا أرى يعني لمن هم يعني هؤلاء الأطفال. أرى أنك تقبلين وتحضنين الأطفال وهو يعشق ذلك، يراك أم يعني تعتني تقبل، لكن لا أدري إذا كنت أنت أم أو لا أدري. أنا فقط أرى أنك تحضنين وتقبلين أطفال وهو يراك من بعيد ويحب ذلك ويكبر عشقه. نعم، هذه تعني أنه ينظر إليك من بعيد بهوس. نعم، ينظر إليك من بعيد وبهوس. هذا الكرت جميل جدا، كرت روحاني، يعني أنه يريدك، يريد الزواج منك، يعني يريد أن يجمعكم الله، يعني جمعكم الله لكنكما لستما معا. نعم، وهو يريد أن يجمعكم الله، يعني انظروا، يعني يريد أن تكون أن تكون أن تكونوا سوا. هذا الكارت Prince of Sword يعني مثل هادي، يعني ينظر إليك من بعيد وبهوس لأنه يتمناك، لكن هناك قمع للمشاعر، لا ندري لماذا. لنواصل، لنواصل. حب جميل، الله، حب جميل، سأخفيها لأنها يعني رجل وامرأة عارية. واخا، هذه هي، هذا مكان هذا الكرت. نعم، توأم الروح، هو توأم الروح، لكن ليس هناك توازن، يحبك لكنه ليس معك، يعني ليس هناك توازن. هذا ما يعني هذا الكرت. وهذا الكرت شيء آخر، يريد أن يكون معك. هذا الكرت تعني أنه يريد أن يكون معك ويعطيك حبه لكن شيء يمنعه، شيء يمنع من أن يحدث هذا. ومن جديد تتكرر الرسالة، يعني هذه القوة، هذه أنت كذلك، أنت كذلك، أرى أنك تهربين من هذا، تهربين، تريدين أن تنسي هذا الشخص، تهربين، لكن يعني تهربين، لكن لا مفر، يعني لا يمكنك الهروب، لا يمكنك الهروب. وهو كذلك أرى أن هذه كرت القوة، لكن شيء يمنعه من أن يتجرأ ويقول لك ماذا، يعني ما هي مشاعره. هذا ما تعني هذا الكرت، وتتكرر، يريد أن يعطيك حبه لكن هناك شيء يمنعه، يريد أن يكون قويا ويبوح بمشاعره لكن هناك شيء يمنعه، وأنت أيضا تهربين لأنك تعبت من هذا الحب الذي يعني هو يؤلمك. نعم، نتابع.
نعم، العجلة تعني أنك توأم الروح، يعني تؤكد أنك توأم الروح، وحياتكما ستجمعكما الحياة، يعني جمعكم القدر وستجمعكما الحياة. أنا أرى أن يعني أنتما ستكونان معا، وربما سيكون هناك زواج أكيد، لأن نيته قوية وهذا ما يريده، لكن هناك شيء يمنعه، لا أدري ماذا. العجلة، نعم العجلة توأم الروح، هو توأم الروح. أرى نفعة، يعني حية، يعني الغيرة. حذاري حذاري عزيزتي برج الأسد، فأنت جمالك وجاذبيتك ونجاحك يجذب الكثير من الغيرة. هناك نساء، ليس امرأة واحدة بل كثيرات، يغرن منك. واخا، حذاري حذاري، لكن أنت لا تقعي في هذه المستويات، أنت ابتعدي عن هذه الطاقة السلبية وفضينا. نعم، وانتهينا يعني. نواصل. الله الله، الكارت كل يعني هي قراءة غريبة، لكن الكارتات جميلة وقوية جدا، يعني من أجمل ما في الطاروت هذا الكارت التي أراها. واخا، الله 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 الله، نعم زوين. أنا أرى هنا هذه، يعني سأخفي الكارت. انتهينا. أرى أن هذه القراءة هي قراءة، نعم هناك حب شديد، لكن هي قراءة روحانية كثيرة. هناك رابط، النجم رابط روحاني يجمعكما، هناك تواصل روحاني قوي، نعم يجمعكما. لكن أنا أرى أن هذا الرجل، ترون الموت، لا يريد أن يكون وحيدا، لا يريد، هو يريد أن يكون معك، مع شمسه، مع حبه، يريد معك الحياة، يريد زواج، يريد أسرة، يريد كل شيء معك. هذه هي أمنية هذا الرجل، وليس فقط أمنية، هذا ما سيحدث. لكن لا أرى ما الذي يمنع هذا الرجل من أن يقترب منك. نعم هو يقترب، لكنه لا يبوح بحبه أبدا. لكن أنا أرى هنا، يعني أرى هذا الرجل يتظاهر بشيء، لكن هو شيء آخر. نعم، الأمبراطور الذي رأيته قبل، فين هو الأمبراطور؟ هنا الأمبراطور يلبس القميص، شنو، لاغميغ، ما هذا القميص الحديدي، كيف نسميه بالعربية يا رب، نسيت. الدرع، الدرع. هذا الرجل يلبس درع لأنه يتظاهر بشيء، يتظاهر بشيء، لكنه شيء آخر. هو حساس ويريد، كيف أشرح، يريد أن يبوح يعني إعطاءك هذا الحب الذي بداخله. لكن فين هو الكارت؟ يعني كانت هناك، لا أراها. هو يتحكم في مشاعره لدرجة أنه في يوم من الأيام هذا الرجل غادي يطرطق، كما نقول نحن في المغرب، غادي يطرطق بحال كوكوت مينوت، يعني سينفجر مثل طنجرة الضغط، وهذا غير سليم، لأنه يصمت يصمت يصمت، ويوما ما بوم سيبوح، يعني هكذا في اليوم الذي، وهذا ما تقوله العجلة، يعني سيتكلم وسيجمعكما القدر. لكن هناك شيء لا أدري ماذا، أحتاج لقراءة أخرى. أرى حياة سعيدة، يعني أنت، يعني هذا قدركما، هذا يعني مكتوب أن تعيش معا. وهو يعني هذه الوحدة ووحدتك أنت كذلك، تحسين أنك وحيدة، ستنتهي، يعني الموت، ستنتهي هذه الوحدة. نعم، أن هو تعب من يعني من أن يكون بعيد عنك، وأنت كذلك، وهذا سينتهي، لأنكما الحياة تنتظركما، أنت الحب والحياة. نعم، وسيجمعكما القدر يوما ما، هذا ما تقوله العجلة.
واخا كانت هذه قراءة الأسد، قراءة جميلة جدا جميلة جدا، هناك تواصل روحاني قوي وحب قوي جدا، قراءة جميلة جميلة عجبتني بزاف، أنا فرحانة. لكن يجب أن نعرف لماذا لا يقترب هذا الرجل. سأقوم بقراءة إذا أردتم، سأقوم بقراءة يعني لماذا لا يقترب، لماذا لا يبوح بحبه، وسننهي يعني شوفوا النهاية، والبداية كانت جميلة، يعني هذه أنت المرأة المثالية له وهذه أنت حياته، يعني بخلاصة. واخا ننهي ب 1 2 3، ننهي ب الله الله، ننهي برسالة الملائكة، معجزة، يعني ستحدث معجزة بعد كل هذا التعب وكل هذا الانتظار وكل هذا كبح المشاعر، ستحصل معجزة. نعم، الانتليجنس ديفين يعني الذكاء السماوي، يعني الله خطط هذا، يعني لا يمكنكما الهروب، أنت تهربين، هو يتحكم في المشاعر، أنت تهربين لأنك تظنين أنه لا يحبك، ولكن حدسك يعرف أنه يحبك ويموت، لأن يعني نظرات، حتى وإن لم يقل ذلك الله كتب، يعني القدر، القدر يعني سيجمعكما كما قلت سابقا. يعني الاستسلام، هو سيستسلم، هو سيستسلم لحبه وسيجمعكم الله. أتمنى يعني هنيئا لبرج الأسد، برج الأسد يلمع، برج الأسد هو الشمس، هو يلمع، هو ملك الأبراج، هو ملك الأبراج على فكرة. وأتمنى أن يكون قد أعجبكم، يعني قراءة، أن تكون قد أعجبتكم قراءة برج الأسد يا أحبائي. الله، لا يمكنكم أن تتخيلوا كم يعني الجهد الذي أبذله في أن أتكلم اللغة العربية، لأنني أصلا لغتي الأم ليست العربية، هي لغتين مختلفتين، لكن لن أتكلم عن حياتي أنا. يعني أتمنى تكون عجبتكم القراءة، أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه القراءة الجميلة جدا، جميلة قوية، الحب يعني الحب المثالي، والله سيجمعكما إن شاء الله. لكن إذا أردتم أن تعرفوا ما هي الأسباب ولماذا ومتى سيتقدم، لابد من قراءة أخرى. شكرا لكم، رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير، أحبكم كثيرا، شكرا لكم، أتمنى لكم الخير والسلام والحب في حياتكم، وأن تتحقق كل أمنياتكم إن شاء الله يا رب. الله يحفظكم، إلى اللقاء، بسلامة. أنا آسفة، أنا يعني لم أكمل القراءة، فقد نسيت، لقد نسيت المتزوجين، أنا آسفة، يعني لنكمل القراءة يعني آسفة، أنا آسفة جدا، آسفة جدا، يعني كنت فرحانة، كنت فرحانة ونسيت المتزوجين. آسفة، أنا آسفة. لكن غادي نكمل دابا، سنكمل الآن المتزوجين. واخا نعم، المتزوجين، أنا أرى تغيير في العمل بالنسبة للمتزوجين، أنا أرى تغيير في العمل، نعم، يعني ستغير، ربما كنت تعمل في عمل لا تحبه، فستعمل في عمل آخر أفضل. وكذلك أرى رحيل لبيت آخر أكبر وأفضل، وأرى رزق يعني مداخل مهمة في هذا الشهر، وأرى أن المرأة الأسد تريد أن الزوجة، المرأة الأسد يعني الزوجة تريد أن تعمل، وهذا ربما يعني سيثير غيرة الزوج، لكن ليس هناك مشاكل ولا أي شيء. نعم، لكن أنا أرى حياة يعني
أين هي تلك الكارت؟ يعني حياة سعيدة، حياة سعيدة وجميلة ومستقرة، هذا ما أراه في الحياة الزوجية والزوجين، أرى كل شيء على ما يرام، كل شيء جميل، فقط يعني القليل من الغيرة من زوج المرأة الأسد لأنها تريد أن تعمل. واخا، والآن نعم أودعكم، شكرا لكم وسامحوني، شكرا لكم وبسلام عليكم، رمضان كريم، إلى اللقاء، الله يحفظكم.